أصعب إحساس في العالم إنك تلاقي نفسك وحيد بدون أهل أو أسرة أو عيلة تتدفى بحبهم. أصعب مشاعر ممكن يواجهها إنسان إنه يلاقي حياته بدون سند أو أخ أو أم أو أب. أصعب حياة ممكن تعيشها هي الحياة اللي ما فيهاش حياة. وده بالظبط اللي بيعيشه علي فوزي على مدار 15 سنة. علي شاب من الغربية، مفيش حلم ولا هدف ولا أمنية في حياته سوى العثور على أهله اللي فقدهم من 22 سنة، وبالتحديد لما كان عمره شهور. علي فتح عينيه على الدنيا، لقى نفسه في دار أيتام، ولما تم 18 سنة خرج يواجه الأيام القاسية اللي حرمته من أهله، وقرر يبدأ رحلة البحث اللي كان شايفها مستحيلة علشان يوصل لحد من أسرته اللي ما يعرفش عنها حاجة. عاش لمدة 6 شهور في الشوارع وتحت الكباري، واشتغل في مهن كتير علشان يعرف يعيش، لكن كانت دايما عنده فكرة انه ملوش اهل، وانه هو ممكن يكون في النهاية ضايع في دنيا الحياة. لكن لسه في امل، اكيد انا شخصيا عندي امل، علشان كده هو معايا في الاستوديو علشان يحكي لي ويفضفض لي. علي فوزي واحد من الناس. احكي لي علي، ازيك؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ حبيبي تبعت لي وانا تاثرت جدا، وقلت لازم اقعد معاك، ربنا يخليك، واسمع منك لعل وعسى يكون البرنامج ده يا رب وسيله. هو قبل اي كلام، الاول انا اولا انا في ناس كتير كلمتني طبعا وكده، بس انا حبيت البرنامج دوت لهدف واحد بس، ان هو يعني ايه اسمه واحد من الناس، يعني هو خلاني فعلا ان انا زي الناس وكده، واعتبرني زي اي حد وكده، مع ان دي ما كنتش متخيلها. يعني احكي لي قصتك يا علي من لحظه ما وعيت على الدنيا حبيبي. انا اول ما فتحت عينيا على الدنيا وكده وبدات افهم وكده، لقيت نفسي في وسط دار ايتام وكده، في ملجا ايتام وكده. فدماغي لما بدات افهم وكده مع العلام وكده، فقلت طب انا ايه اللي وضعني في الموضوع، ايه اللي حطاني في الموقف ده، هتلاقي فيه سبب. فلما لقيت سبب قالوا لي ده اللي مالوش اهل بيتربى في ملجا وكلام من دوت وكده، واحنا لاقيينك وخدناك ربناك وكده، ما ارتحتش وكده، قلت لا لازم اجيب اهلي واعرف اوصل لهم باي طريقه، بجانب بقى العلام وبجانب برضو الدار والكلام من ده. قعدت ادور عليهم من 15 سنه، بقى لي 15 سنه لحد دلوقتي بدور عليهم. اول قبل دوت قبل ما قبل كده كمان، لما انا مشيت من الدار بيبقى في سن قانوني كده محدد وبتمشي منه، اللي هو 18 اللي هو 18 سنه. مشيت وانا عندي 18 سنه وكده، كنت في ثاني سنه وازهر. اول ما مشيت كنت ماشي المغرب من الدار، فكلمت الدار وكده، فبقول لهم ما ينفعش ان انا امشي وكده، فعشان خاطر انا الشارع بقى وكده وماليش حد وكده، وامشي اروح فين واجي منين وكلام من ده سن قانوني، وانت واجه الحياه واشتغل وسعى وان شاء الله ربنا يكرمك وكده. قلت لهم طب ازاي يعني، طب اجروا لي شقه، طب اي حاجه بدل ما انت تمشيني كده. المهم ما حصلش ولا اجرهم ولا عمل حاجه. ف كان المأوى الوحيد اللي كان ليا، كنت لسه بقى جديد في الشارع ما مش هعرف اتعامل معاه وكده، كان المأوى الوحيد اللي ليا في كوبري عندنا في طنطا اسمه كوبري التجنيد. كنت ببات تحت الكوبري دوت، قعدت فتره كبيره قوي يعني 6 شهور على الاقل كنت ببات في الكوبري ده. كنت اصحى كنت عامل لنفسي يعني كرتونتين وجايب بطانيه، واحد من اخواتي اللي متربيين معايا في الدار كان جاب لي بطانيه وكده، كنت عامل لنفسي كده ايه بيت كده تحت الكوبري، بيت كده ايه بكرتون وكده وطوب كده عشان خاطر الكلاب ما تعضنيش وانا نايم كده، كنت عامل لنفسي يعني زي بيت صغير كده كنت بنام فيه. كنت اصحى الصبح مثلا اقوم جاي مطبق الفرشه بتاعتي وكده وسايبه مكانها وراح الدار، بروح الدار ديت تهريب كده من ورا صاحبه الدار وكده، بروح لاخواتي بقول لهم مثلا انا جعان انا عايز اكل مش عارف ايه كده، كانوا بيجيبوا لي اكل وكده في كيس وكده وكنت باكل.
قعدت برضو لحد ما هما جابوا لي شغلانه الاول في كافيتيريا في طنطا بدون ذكر اسماء. اشتغلت في الكافيتيريا دي فتره كبيره، كنت شغال في الكافيتيريا ديت بنومتي، وقال لي انت هتشتغل معايا بنومتك. كنت غصب عني بقى ان انا ايه، ان انا مجبر ان انا اشتغل معاه عشان هو بيبيتني وكده، وكنت مجبر على كده. لان انا لو كنت سبته كنت هرجع للشارع تاني، وانا مش حابب الشارع بصراحه، لان الشارع وحش بجميع اساليبه بقى. يعني اتعرض عليا في الشارع ان انا اشتغل في المخدرات، قالوا ناس كتير عرضت عليا الكلام دوت، قالوا لي يا ابني انت لو اشتغلت في المخدرات، اشتغلت في السلاح، اشتغلت في الاعضاء، في الكلام ده كله هتعيش وهتلاقي تاكل وهتلاقي تشرب وهتعيش احلى عيشه. بس انا ما حبيتهاش بصراحه، مع ان في بعض زمايلي عاشوا فيه، بس انا ما حبيتهاش. ما حبي انا حبيتها ان حبيت ان انا ابقى انسان كويس، لان انا عندي هدف في دماغي ان انا عايز اوصل له، وان انا ايه في هدف ان في لا مش عايز ان انا اخرتي كده ربنا يكون حرمني من اهلي، وكون انا شفت الذل، وكمان ابقى مسجون او ابقى وش سجون او ابقى مجرم، يبقى ايه، يبقى انا عايش ليه بقى؟ يبقى انا ماليش لازمه ان انا اعيش. المهم قعدت ابحث على اسم علي ابراهيم فوزي اللي هو اسمي دوت اللي موجود في البطاقه، ما لقيتلوش اثر، لقيت له ان هو مكتوب علي ابراهيم فوزي دوت الدوله اللي حاطه الاسم دوت بيبقى اسم مركب بتعمل انت بيه اسره. تيجي تبحث عنه يقول لك سائق كده عائلي، مالكش كده عائلي، مالكش. يعني مين مسميك علي ابراهيم فوزي؟ مش عارف، انا مش عارف. انا اسمي الحقيقي، لو انا لقيت اسمي الحقيقي يبقى انا لقيت اهلي، من غير الموضوع ده ما فيهوش. طيب هل انت دورت علي؟ عرفت مثلا معلومات عن المكان اللي انت ترميت فيه؟ اه من اترميت في مستشفى العام بتاع كفر زيات، اللهم صل على النبي، اللي هي في كفر زيات مستشفى العام بتاع كفر زيات، في واحد لقاني ولما جه وتواصل بيا وكده وكلمني، اسمه الحاج سعيد الديب الله يرحمه. قال لك لقاك فين؟ قال لي لقيتك قدام مستشفى العام بتاع كفر زيات. وفي نقطه برضه، ازاي لقيتني قدام مستشفى العام بتاع كفر زيات وشهاده الميلاد مكتوب على قد الجامون؟ في كلام في النقطه دي، بس هو قال لي انا لقيتك قدام مستشفى العام بتاع كفر زيات، انا خدتك كنت انت حته لحمه، كنت لسه مولود. بيقول لي انت كنت لسه مولود، انت ما كنتش لابس حاجه. بيقول لي انت ما كنتش، انت كانت ملفوف عليك كده بتاع بيضه. طب هل انت وصلت لاي دليل ممكن يكشف لك مين هم اهلك؟ اللي انا وصلت له اللي هو لقاني، انا حاسس ان حقيقتي معاه، ان انت لقيتني وهو فطمني، مراته فطمتني مع ولادها البنات وكده، والناس قعدوا يقولوا لها لا مش هينفع يتربى وسطكم كده عشان خاطر ان هو مش من لحمكم ودمكم، فسلموني ملجا ايتام وكده. هي كانت بتيجي، هي عامه الدار كانت بتزورني وكده، بس صاحبه الدار رفضتها ان هي تيجي تزورني عشان خاطر ان انا بتعلق بيها وكده. ف ربنا يعني في تعب جالها وكده فماتت، وهم بيقولوا لي ان هي ماتت بسببك، لان كانت نفسها تشوفك وكانت نفسها تاخدك وكده تربيك في وسط ولادها. هل وصلت لاي حاجه توصلك لاهلك؟ كل حاجة قدامي. طب اللي بيسمعك دلوقتي واللي بيشوفك دلوقتي، افترض ان ضميره صحي، كان رماك ابوك وامك رموك في الشارع من 22 سنة، ممكن ضميرهم يصحى، او ممكن برضه ما نظلمهمش برضه، ممكن يكونوا انا اتخطفت منهم، او ممكن يكونوا قلبهم محروق عليا وما عايزين يوصلوا لي ومش عارفين. قلبهم محروق عليك واتخطفت منهم، ايه الحاجة اللي لاقوك عليها اللي ممكن تقول لهم انا ابنكم؟ قول في علامة مميزة لقوها فيك، في حاجة لقوها معاك. أنا غير كنت مرمي المستشفى. أنا مستشفى إيه؟ المستشفى العام بتاع كفر زيات. المستشفى العام ديت أنا مش ضامن. كان في الشتاء، لقوك في الشتاء ولا في الصيف؟ مش ضامن تاريخي، مش ضامن تاريخي اللي هو 15/4/1998، أنا مش ضامن إن أنا فعلا اتولدت في اليوم ده ولا لأ. مفيش أي حاجة تثبت إن أنا، هو اسمي نفسه ما يثبتش حاجة. يعني اسمك اللي أنا بمشي بيه قدام الناس وبتعامل بيه مش أنا مش اسم. فايه اللي هيوصلني لاهلي؟ مش انا عايز اي حاجه توصلني لاهلي. دي ان ايه، ما فيش حد الكلام ده من 22 سنه، مين اللي كان بيخش يولد ويتحلل له دي ان ايه؟ ما فيش. انا بقول 15 سنه بنزل كفر الزيات يعني دي. الاسم ده علي ابراهيم فوزي سعد، ده مش اسم، مش اسمك، مش اسم، بس مكتوب في بطاقتي ان ده اسمك، بس شهاده الميلاد مكتوب فيها الدلجمون. اللي خلاني اقول ان انا ابن كفر الزيات وان انا من الدلجمون، ان اللي انا قدام المستشفى من كفر الزيات. يعني حاولت اتكلم معاه، رحت له البيت وتحيلت عليه، بوست ايده، بوست ايده، هعوضك ماديا على ال 22 سنه. قلت له الفلوس ما بتعوضش الاهل. قال لي ادخلك كليات وانت مش كان نفسك تتعلم، وانا عارف ان انت دماغك حلوه وكده، مش نفسك تتعلم؟ قلت له لا. انا قال لي اعوضك ماديا اللي انت عايزه كله. قلت له لا، انا عايز اهلي. قال لي ما تدورش عليهم عشان مش هتلاقيهم.
طب انت ايه بتصرف ازاي على نفسك دلوقتي؟ دلوقتي انا بجهز ورق السفر عشان اسافر بره البلد. بصراحه مش حابب اقعد هنا عشان خاطر اهلي زعلوني خالص، سابوا لي بصمه وحشه، خلوا ناس كده يقولوا عليا، في ناس تقول عليا ان انا ابن حرام، ناس تقول عليا ده ملوش اهل، ده خده شغله معاك عشان عيل يتيم، عيل مش عارفه ايه، الكلام ده كله انا ما بحبوش اصلا وما بحبش اسمعه وكده. بس قلت لا، انا طالما انا عايش غريب بره غريب. واللي بيتعاملوا معاك لما بيعرفوا ظروفك بيعملوا ايه؟ بيحنوا عليك ولا بيقفوا عليك؟ في ناس بتكلمني بصراحه اعتبرني امك، في ناس بتقول لي اعتبرني ابوك، يعني واحد بدون ذكر اسماء انا جاي معرفوش، انا فعلا معرفوش فعلا، بس وانا جاي وانا جاي هنا الاستوديو، وانا جاي كلم الجماعه عنده في البيت يعملوا اكل بيتي، لان انا هو ما يعرفش ان انا اصلا عايز اكل بيتي، يعني انا بقالي يعني شوف انا عشت قد ايه عمري ما اكلت اكل بيتي، دي حقيقه فعلا، عمري ما اكل كله بيبقى من الشوارع، من مطعم، من اروح المطعم بجيب يعني فول وطعميه وكده، هو عارف ما اعرفش عرفها منين وكده، بس اكلم الجماعه يعملوا اكل بيتي وكده، يعملوا له اكل يعني. انت عايش فين دلوقتي؟ عايش في طنطا. عايش فين يعني؟ عايش في عند المعرض، كوبري المعرض. بتشتغل ايه دلوقتي؟ انا بصراحه ما بشتغلش والله، انا اشتغلت في الكافيتيريا واشتغلت في مكاتب وكده، بس لقيت الناس بتشغلني معاها بتستعبدني، عايزك عارفين ان انت مش عمرك ما تنزل اجازه. هل عندك امل انك انت تلاقي اهلك؟ انا ما عنديش أنا، لأن أنا يعني حتى الخط الوحيد اللي أنا كنت ماشي عليه ربنا افتكره، يعني ده الخط الوحيد اللي لقاك، يعني حتى اللي كان هيقول لك أي حاجة تثبت إن أنت موجود أساسا ربنا افتكره، أول ما وصلت له ربنا افتكره. بس أنا لا، ما عنديش أمر إن أنا أوصل لهم، لأن ولا اسم يثبت، ولا في ده في دي إن إيه، ولا في أي حاجة. أو هتوصل إزاي؟ أنت مسامح أبوك وأمك على المأساة اللي خلوك فيها؟ مسامح. مسامح. محدش عارف محدش عارف الظروف كانت ايه، ما تعرفش الظروف ايه، او ما حطوني مثلا في الدنيا صعبه وعمال اقاوم فيها، وكل خطوات الصح كلها، كل خطوه بتعديها صح بتلاقي اللي قدامها جدار، تعدي جدار تلاقي جدار لحد ما تلاقي جبل. خطوات الصح ديت فظيعه يعني. اي نعم هم سببوا لي شويه حاجات بس الحمد لله. افرض ما لقيتهمش؟ ما لقيتهمش خلاص، يبقى انا ما نتهمش. هل ارتبطت عاطفيا بحد؟ فكرت تتجوز يعني تفتح بيت؟ فكرت، بس الناس ما اترفضت. انا قلت ممكن لما فتحت بيت اترفض، قال لك نسال على اصلك وفصلك وابوك وكده وده ما بقاش موجود، وما فيش واحد هيدي بنته لواحد مثلا ملوش اهل وكده، مع ان دي فكره غلط اصلا، دي فكره غلط. انا عن نفسي بفكرها بطريقه تانية، انا ما ينفعش ان انا اتجوز من واحده من ملجا، بحسبها كشخص كان نفسا، ما ينفعش اتجوز واحده متربيه في ملجا او كده، لهدف واحد ان انا لو جرى لي حاجه هي هتتاذي، هتروح لمين وهتيجي لمين وكده. لما اتجوز واحده بنت ناس وجرى لها حاجه لا قدر الله يعني، وجرى لها حاجه هيتلاقها، هي هتروح لاهلها، هيلاقوا اهلها يسندوها ويقفوا جنبها وكده، كل واحد بيفكرها بطريقته. انا بفكر بالطريقه دي، فلما اترفضت وكده قلت خلاص ما ليش نصيب يعني. علي الكاميرا قدامك، كلم ابوك وامك، قول لهم اللي انت عاوز تقوله، قول لهم اي حاجه ممكن تدلهم عليك حتى لو بسيطه، اعمل لهم مناشده لعل وعسى، قادر على كل شيء. اللي انا حابب اوجهه لهم ان انا بقالي اكتر من 15 سنه بدور عليكم وبعمل المستحيل عشانكم، وبعمل كل اللي في وسعي، عشان انا عارف، انا ما اعرفش انتوا بتدوروا عليا زي ما انا بدور عليكم كده ولا لا، وممكن برضو انتوا تكونوا قلبكم محروق عليا زي ما انا قلبي محروق عليكم وكده،
بس انا فعلا انتوا لو انتوا بتفكروا، انا ممكن يكون انتوا شفتوني او كده وعارفين ان انا بدور عليكم وكده، ما تترددش لحظه ان انت مثلا ترجع لي او تكلمني وكده. انا مش عاجبك بحاجه على فكره، ولا هكلمك ولا هلومك ولا الكلام ده كله، انا ولا كأن الكلام ده موجود. انا هنبدا مع بعض صفحه جديده، هنعيش زي ما انتوا عايشين. عايز اواجه الناس، واللي لما اجي اعمل مشكله، ده ابن فلان، لا احنا نروح نرد على ابوه، ده ابن فلان، ما يقولوش لا يا عم ده عيل يتيم كده، والله يابا او والله يما او اي حد من عيلتي عامه. يعني لو انت شفتني او انت حاسس مثلا ان انا ابنك وكده، فما ترددش لحظه وكلمني وكده. انت لو انت شغال في ايه، لو يعني لا مؤاخذه، لو انت شغال مثلا في الخردة الم معاك، لو انت مثلا بتناموا على الارض وحالكم، انا هشتغل انا وابقى راجلكم وابقى اللي انتوا عايزينه كله هعمله لكم وكل حاجه. يعني انا عمري ما اقصر معاكم، مش هقصر معاكم في اي حاجه والله العظيم. لو بتنام على الارض انام زيك على الارض، طب ما شيء طبيعي جدا، ما انا بقالي 22 سنه بنام على الارض عادي خالص، ما فيش اي مشكله، وهاكل من نفسي اكلكم ولا هتنمر ولا اي حاجه خالص، بس ابوس ايديكم. انتوا لو شفتوني مثلا وكده، انا بعمل كل اللي بقدر عليه عشانكم. هوت ما تخلونيش افقد الامل في الدنيا وفي الحياه والكلام من دوت. لو انتوا شفتوني مثلا كلموني عادي وكده، انا مش هلومكم والله، وانا مسامحكم. لو لقيتكم او ما لقيتكمش، او انتوا سامعيني دلوقتي او مش سامعيني، انا مسامحكم. عموما انا بقول لك، الانسان مش بابوه وامه، الانسان بنفسه بذاته. حقق يا ابني ذاتك ان شاء الله، اكبر وانجح واشقى واتعب واثبت نفسك واثبت انك انت ناجح. وزي ما ربنا صانك منك انت تقع في الغلط في الشارع وحميت نفسك، حاول تعلم نفسك، اشتغل مهنة وانجح فيها واكبر فيها. الناس النهاردة ما بتقولش ده ابن مين، تقول هو ايه بيعمل ايه، مش ام وامه مين ولا ابو مين. اصنع نفسك واصنع ذاتك وكمل، سواء لقيت اهلك او ما لقيتهمش ان شاء الله. وانا بقى ناشد هنا اي حد بيسمعني وعنده اي معلومة عن هذا الشاب اللي عنده 22 سنة، اللي لقوه من 22 سنة قدام مستشفى كفر الزيات في الفجر بالليل، أرجوكم يتواصل على الرقم اللي ظاهر قدامكم دلوقتي. لعل وعسى تكون هناك أم مكلومة أو أب أو أخ أو أسرة كان ليها ابن فقدته لأي ظرف. الله أعلم بظروف الناس. الابن ده ما ماتش، الابن ده في أسرة خادته ودخلته عندها وفطمته وبعدين دخلته الملجأ، قاعد قدامكم اهو. اسمه ايه انا معرفش، لكن اللي اعرفه انه بني آدم من لحم ودم عايش وبيدور على اهله. الرقم قدامكم، اللي يعرف اي حاجة عن الشاب ده من كفر الزيات، اللي اتوجد قدام مستشفى كفر الزيات في لفة بيضة من 22 سنة، يتواصل مع الرقم اللي قدامكم أو يتواصل مع البرنامج. لعل وعسى إن ربنا يكون يجمع الشمل ويقرب البعيد. ربنا معاك يا ابني. اللهم تسلم. وأنا مش هقول لك زي ما الناس تقول لك، لكن أنا فعلا زي أبوك. ليا الشرف. وأنت في سن أولادي. ليا الشرف. عوزت أي حاجة أنا تحت أمرك. ربنا يخليك. وربنا يا ابني ان شاء الله يجيبك الخير ويبعد عنك الشر باذن الله. خير، تسلم. قادر على كل شيء. اشكرك جدا جدا. جئت لا اعلم من اين، ولكني اتيت، ولقد ابصرت للدنيا طريقا فمشيت، وسابقى سائرا ان شئت هذا ام ابيت. كيف جئت، كيف ابصرت طريقي، لست ادري.